ولد الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه في السنة الثالثة للهجرة، وعلى رأي في بداية السنة الرابعة، لثلاث ليالي خلونا من شعبان. الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما كان بينه وبين أخيه الحسن صلوات الله عليه إلا طهر واحد. النقطة المهمة اللي تلفت النظر أن عندما وقع من بطن أمه، عندما نزل من بطن أمه، منو كانت تقبل الزهراء سلام الله عليها؟ بغض النظر عن الروايات الغيبية الأخرى، ما يعني ما أريد أمر بها، لكن اللي كانت بصورة مباشرة من نساء الهاشميين صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وآله، كانت محتضنة الزهراء إلى جانبها. لما نزل الحسين من بطنها، طبعا يشتهل، الوليد عندما يولد يشتهل باكيا، سمع صوت النبي صلى الله عليه وآله، قام قال يا عم ناوليني ولدي. فقالت له يا رسول الله إننا لم ننظفه حتى الآن. قال أنت تنظفيه؟ والله قد نظفه، اعطني ولدي. تناول الحسين، وضع فمه على فمه يقبله، ثم وضع إصبعه في فمه، فأخذ الحسين يمتص إصبع النبي ويتغذى من إصبع النبي طيلة تلك الفترة. اللهم صل على محمد وآل محمد. وإن كان الواقع يعني من نافلة القول، يعني إحنا أفرض لما نرجع إلى أقوال أدبائنا بأبي الذي غذاه أحمد جده ما من طيبه فزك الغذا والمغتدي، يعني أفرض لله مرتضع لم يرتضع أبدا من ثدي أنثى ومن طه مراضعه، هالألوان أو هالروايات أو النصوص الأدبية، بس هاي نافلة القول، يعني المفروض هو ابنه، ولما يكون ابنه وراثيا نعم كل كيانة من كيانة، ما يحتاج شيء، ما يحتاج أن نرجع إلى روايات. النبي صلى الله عليه وآله يقولها لعمته: عم أنت تنظفيه؟ إن الله قد نظفه. ولذلك الشيخ خاطب احنا بالزيارة: أشهد أنك طهر طاهر مطهر، من طهر طاهر مطهر طهرت وطهرت بك البلاد. وفعلا فعلا كان الطهر. وأنا أكد لك اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بالحسين ما كان نابع من كونه ينتمي إلى دما ولحما، لا لا طبعا لا بلا شك، لأنه مثلا في أيام ولادة الحسين، حسين ابن النبي كان موجود، منه إبراهيم كان موجود، إبراهيم أم ماريا القبطية كان موجود، جبرائيل نزل على النبي يحمل الوحي، لقى حط الحسين بجانب وإبراهيم بجانب وقد ضم يديه عليهما، قال له إن الله لا يجمعهما لك، زين اختار واحد من تريد، قال له مقدر على أن واحد من عندهم يروح، قال له اختار ولدي الحسين. طيب ليش؟ المفروض أن إبراهيم ابنه الصلبي، إبراهيم ابنه والحسين ابنه، ويأكو فرق أو ابن بنته. طيب سيجينا هذا المعنى، شنو معنى اهتمام النبي صلى الله عليه وآله بهذا الجانب هذا؟ طبعا اهتمام واضح، لأن يرى أن الحسين، يرى أن الحسين هي نفس الشعلة اللي يريد يزرعها النبي بالأرض، هو الحسين، الحسين هو الفكرة اللي راح يدخرها النبي إلى الدنيا. الحسين مو بس هذا، لا، الحسين هو السيف الذي سيعيد للشريعة
رونقها وجدتها. لأن الأمويين سيأتينا خلال البحث، الأمويين بالواقع حاولوا القضاء على النواجم الرسالة، بوادر الرسالة رادوا يقضون عليها. إن هو إجا الحسين سلام الله عليه أعاد للدنيا جدتها. فأرجوك يعني الحسين سلام الله عليه حرص النبي على بقائه، ويقدم ابن الصلب يقدمه فداء إلى وليش شنو الهدف؟ الهدف يعرف أن الذخيرة اللي أراد أن يحيي بها أمته، واللي أراد أن يجعلها ذخيرة في المجتمع، ولده الحسين فعلا. ولذلك كان يحرص الرسول صلى الله عليه وآله على أن يعبر بأن الحسين من نوعيته من جنسه. يعني لما يقول حسين مني، ما المقصود أنه من دمي ولحمي، هذا واضح، لكن من شنخي، يعني بتعبير آخر امتداد الرشالي، هو الامتداد الرشالي لي، هذا المعنى. هذا ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول كل بني عصبة، كل بني عصبة، كل بني أم ينتمون إلى عصبتهم إلا بني فاطمة فإنني أنا أبوهم. فالمسألة إذن الحسين إنما كان النبي صلى الله عليه وآله يصر على أن منه، يريد بين أن من شنخيته أن امتداد الرشالي. طيب، ترعرع ونشأ وين؟ في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله. هاي البواكير الأولى هو وأخوه الحسن صلوات الله عليهما، ما كانوا يبارحون رسول الله رأسا. أول ما يتولاهم من اللحظات الأولى يشمي، يبدأ بتشميته، يبدأ بإجراء السنة عليه. يعني الوليد عندما يولد شو يسوي عادة من السنن؟ النبي صلى الله عليه وآله يبدأ بها، ثم من بعد هذا رأسا ما يفارقون حجرة. هذول الاثنين كانوا على حجره، يعني مكانهم إما حجرة أو كتفة أو يرتحلانه أحيانا. نعم، كان رسول الله صلى الله عليه وآله بعض الساعات يصلي جماعة ويجون ذولا طفلين صغيرين يدرجان، شوفون النبي ساجد يمتطيان ظهر النبي، يطول رسول الله صلى الله عليه وآله بسجوده. من يخلص يقولوا له الصحابة يا رسول الله أطلت طولت، إيش كان يعني؟ نزل وحي تغشاك؟ وقال لهم لا والله، ولكن ولدي ارتحلني وكرهت أن أعجله. أرجوك يعني هذا اللون من الدلال أو هذا اللون من الرعاية، هاي رعاية غير عادية، مو هاي رعاية ما تنم على مسألة عاطفية أبدا، وإنما هذول لهم منزلة. أسامة يقول نص الليل طرقتنا حادثة، وأسامة ترى كان حب النبي، يعني بتعبير آخر النبي كان يحب الأسامة رباه مثل ابنه. أسامة ابن زيد دخل على النبي صلى الله عليه وآله نصف الليل، أكو عنده مسألة، يقول طبيت عليه أكلم النبي وألاحظ رسول الله صلى الله عليه وآله واقف ولكنه على غير راحة، في وقوفه ما مرتاح. قلت له روحي فداك يا رسول الله، روحي فداك يا رسول الله، ما شايفك مرتاح، ما الخبر؟ قال لي لا شيء. قلت له لا، ما يصير، أنا شايفك مو هادئ. قال لي لا، أولادي ذولا حسن وحسين ذولا يعني إلى ما حبيت أن أتركهم، ذولا غالبا ينامون عنده، واحد على جانب الأيمن واحد على جانب الأيسر. يقول كشفت الرداء، شفت الحسن على يمينه والحسين على شماله، وكان يحتضنهما ولا يفارقهما. نعم، ومو بس هذا، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله دائما إذا تفرش في وجه الحسين، إذا تفرش في وجه الحسين غالبا يأشر إلى أصحابه بأن هذا قادم على عملية راح تغير مسار الحياة. وبالفعل هذا اللي حدث، هذا اللي حدث، اللي حدث مثل ما قلت لك أن النبي صلى الله عليه وآله مبعوث، بعث
النبي مؤسس الرسالة والحسين مجدد. ومعنى مجدد يعني أوشكت الرسالة أن تنتهي إلى الإماتة. دولة حاولوا إماتتها بكل الوسائل، لكن الحسين سلام الله عليه وقف ليعيد إليها نظارتها. النبي صلى الله عليه وآله إذن أعد الحسين لهذا، أعد الحسين وهيأه ونشأه لأن يقف هذا الموقف. والحسين وقف وشاف أن المسألة ما تريد عدد، هي المسألة بالواقع. قد يقول لي واحد الحسين ما كسب الجولة، 70 واحد انقتلوا وراحوا، صحيح يعني راحوا 70 انقتلوا، لكن هم انقتلوا؟ لا ما انقتلوا، زرعوا الأرض بالمبادئ وراحوا. ولذلك تناقضت الثورات على يزيد مباشرة، رأسا ما عاش يزيد من بعد واقعة الطاف إلا فترة جدا بسيطة، أشهر يعني، زين؟ فخلص راح انتهى يزيد، اجا وقال أبي سفيان، كلهم انتهوا في فترة قصيرة. والأمويين مجموع حكمهم الأعياص والعنابش اثنينهم مجموع حكم 80 سنة. 80 سنة، مو هذا المعنى اللي يمرون به مفسرين إن أنزلناه في ليلة القدر؟ وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. حتى الفخر الرازي يقول 1000 شهر يعني حكم بني أمية. زين النظر ينوافق عليها ومن وافق شيء آخر، لكن أرد أقول أن جميع ما حكموا 1000 شهر. شنو السبب؟ شنو الشيء يعني الواقع؟ الدم الثائر اللي أريق بكربلاء فعل فعله واستطاع أن يغير وجه الحياة، أن يقف في وجه الهجمة الجاهلية تماما ويردها إلى القهقرة. لأنه أأكد لك أن وقفة الحسين كان لابد منها، يعني ما كان عند الحسين مندوحة من التراجع أبدا أبدا أبدا. شقد جماعة طبوا عليه، شقد قالوا له أنت وين طالع آخر، تعرف دول اللي رايح اليوم؟ قالوا بلى، رسول الله أمرني بأمر، أنا ماشي ضمن منهاج خطط إلي النبي، أمرني بأمر وأنا ذاهب إليه، على العموم خليه يعود. جد النبي صلى الله عليه وآله إذن في مثل هذه الليلة أمر نساء المهاجرين والأنصار وأمر المسلمين بأن يفرحوا فرحوا واستقبلوا هالولادة الكريمة، وبيت الزهراء كثرت به الفرحة وانتشى به أهل البيت. مرت واقعا هالليلة عليهم وهي من الليالي المعدودة في تأريخهم وفي عمرهم. والحسين سلام الله عليه رأى فيه النبي امتداده، بمجرد أن ولد إجا قال ناولوني ولدي، أذن في أذنه اليمنى، كبر في اليسرى، أمر أمه، حلق شعره، تصدقت بوزن شعره ورق، ثم عق عنه بكبش وقال عقيقة عن الحسين بن علي، دمها بدمه ولحمها بلحمه، ثم تناوله احتضنه أخذه، يعني دور أمه انتهى بعد، إجا الدور وين؟ دوره هو. بدأ رسول الله صلى الله عليه وآله يربيه، بدأ ينشئه، بدأ يغذيه وهو ملتشق بالنبي. يعني هل فترة شقد عاش ويا جد رسول الله؟ عاش ويا جد رسول الله هو وأخوه الحسن، مجموع ما عاشوا 7 سنين، واحد عاش 6 سنين وواحد 7 سنين. يعني النبي عندما توفى الحسين عمره 6 سنين، الحسن عمره 7 سنين،